الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي نصحنا ووجهنا وعلمنا وربانا وتركنا على طريق بيضاء سمحاء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول ربي سبحانه وتعالى عز وجل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سلوا الله التقى، سلوا الله النقى والعفاف والغنى والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. أيها الأخوة والأخوات، ليس هناك من قضية لها من الآثار ولها من المؤيدات ولها من أسباب التحريك والتأثير في العالم الإسلامي من قضية القدس وفلسطين. هذه القضية التي لا تموت في قلب من يقول لا إله إلا الله. قضية القدس والأقصى وفلسطين لن يمكن لمسلم يصلي لله عز وجل ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يغمض عينيه وهو يرى التهويد ويرى الإفساد في مساحات الأقصى وفي الأقصى والقدس. هذه المخططات القديمة الجديدة المستمرة في تهويد القدس وإفساد معالمها. هيرزل مؤسس الحركة الصهيونية، وقبل أكثر من 120 عاما قال يومها: إذا حصلنا يوما على القدس وكنت لا أزال حيا وقادرا على القيام بأي شيء، فسوف أزيل ما ليس مقدسا لدى اليهود، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها القرون. هذه من مذكرات ثيودور هيرتزل، وتستطيعون أن ترجعوا إليها. وأما حقام شلومو غوري حقام الذي قال إن حركة رابطة الدفاع ستخوض صراعا حادا من أجل استعادة الهيكل وإزالة المساجد بما فيه المسجد الأقصى، وغيره. ومن ذلول المؤسس الذي قال: لا معنى لدولة إسرائيل من غير القدس. ولذلك هم بدأوا بمخططات، ومنذ إنشاء هذه الدولة، دولة الاحتلال، لتغيير معالم القدس والمسجد الأقصى، معالم التاريخية والدينية والثقافية، تغيير كل شيء في القدس، وحاولوا أن يفرقوا أهلها منها، وأن يمنعوا أهلها من السكنة والبناء والوجود فيها. صادروا الأراضي وصادروا البيوت والعقارات، وشددوا على كل ما هو في القدس حتى لا يبقى شيء يمد إلى أصلها وثقافتها وهويتها بشيء. سحب الهويات من المقدسيين بطرق كثيرة جدا، إحاطتها بالمستوطنات، وإدخالها في داخل القدس التي تسمى بالقدس العربية وكلها عربية. إذا أيها الأخوة والأخوات، هذا الأمر لم يتوقف في يوم من الأيام، ولم يتوقف في ساعة من الساعات. تغيير أسماء الشوارع، أسماء تاريخية غيروها وبدلوها. لذلك أيها الأخوة، هذا الموضوع
هو موضوع حساس جدا بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه موضوع عزة وكرامة وهوية. القدس بالنسبة للمسلم هوية، القدس بالنسبة لنا كرامة، القدس بالنسبة لنا ميزان حرارة نقيس بها حرارة إيماننا وصلتنا بالله عز وجل. يمنع المصلون، يمنع الناس أهل البلاد الأصليين من أن يصلوا إلى القدس وأن يسكنوا فيها، ولكن يسمح لشذان الآفاق من الأرض أن يسكنوا حيث ما شاءوا وفي كل وقت وفي كل حين. لا أريد أن أتكلم عن كثير من المؤامرات والوسائل والأساليب التي يقومون بها لإفساد القدس وإفساد المقدسات الإسلامية. أما نحن أيها الإخوة والأخوات، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي في حال والله يبكي القلوب ويدميها، حيث أننا نرى أن الأمر كأنه لا يعني إلا فئة قليلة من الناس، فئة قليلة من الناس هم الذين يتحركون لنجدة مسجدهم ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم وقبلتهم الأولى وتالي مساجدهم وأرضهم المقدسة وبلادهم المباركة. من هو الذي الآن يتحرك ويتحرك لنجدته؟ فئة قليلة من الناس سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمرابطين والمرابطات. لكم الله أيها المرابطون والمرابطات، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لكن هؤلاء أيها الأخوة امتحان للأمة. فاسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من ناواهم ولا من عاداهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. فطوبى لهم أيها المرابطون في ساحات الأقصى، طوبى لكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبشركم بأنكم على الحق وأنكم ظاهرون. فجزاكم الله عن الإسلام خيرا. ولكن الأمة اليوم إما أن تناوئهم وإما أن تخذلهم وإما أن تعاديهم. هناك من أمة محمد من يعادي أهل القدس وفلسطين أيها الأخوة، هناك من الأمة من يعادي، وهناك من الأمة من يناوئ ويخالف. وهؤلاء والله لا يضرون أولئك المرابطين بشيء أيها الأخوة والأخوات، كما ثبت في حديث رسول الله. لكن الأمر الأخطر هو الخذلان، ولا يضرهم من خذلهم. نحن اليوم في حالة خذلان لهم، خذلوا من الأمة، خذلوا من الأمة، خذلوا من مؤسساتها الحكومية ومن الدول. أعطوني دولة قالت كلمة يمكن أن يبنى عليها أو يعتمد عليها. لا أيها الأخوة، لقد خذلت هذه الفئة الطائفة الظاهرة الحق. ولكن نبشرهم أن معهم كل مؤمن إلى يوم القيامة. والله يا أخوة، هناك مرابطون في كل مكان يرابطون معهم، وإن كانوا بعيدين عن ساحات الأقصى ولكن قلوبهم متعلقة بالأقصى، ويدعون الله عز وجل ليل نهار للأقصى أن يحرر وأن تفرج كربته وأن تزال غمته بإذن الله، وستزول إن شاء الله. القدس أيها الإخوة بالنسبة لنا أرض إسرائيل ومعراج، ارتباط السماء بالأرض من عند الأقصى. إذا الأمة أضاعت الأقصى فقد قطعت الصلة بالسماء، وقطعت الصلة بسورة الإسراء وبسورة المعراج التي عرج النبي صلى الله عليه وسلم من فوق صخرة بيت المقدس. ليقول الأمة: أيها الأمة، هذا مسجدكم، هذا بيتكم. وحاولوا كثيرا أن يضحكوا على الناس بما يسمى بالأساطير والخرافات. أساطير وخرافات تقولون تاريخنا، يقولون، يقول الاحتلال: تاريخنا في القدس 3000 سنة،
وكان المسلمين فقط 1000 سنة 400 فقط من يوم الإسراء والمعراج. نقول لهم تاريخ القدس بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين 6000 سنة تاريخية قبل أن يبدأ تاريخ القدس، مش 6000 سنة. من الذي كان يسكن القدس قبل 3000 سنة؟ ارجعوا إلى التاريخ. ومن جامعة تورنتو خرج وفد علمي بحثي ليدرس قضية القدس والآثار فيها، وخرج بنتيجة. ارجعوا إلى ذلك المقرر وتلك المقررات. قالوا بعد أن درسوا قالوا لا يوجد شيء في ساحات الأقصى والقدس يمت إلى تاريخ اليهود في تلك المنطقة بشيء. وإسرائيل كذلك أيضا الذي ألف كتاب وقال بعد 10 سنوات من الحفر والتنقيب لم نجد شيئا في ساحات القدس والأقصى يمت إلى تاريخ اليهود بصلة. هذا تاريخ أيها الأخوة، هذه معلومات أثرية يقولها هذا الرجل العالم اليهود نفسه درسها وكتبها في كتاب وارجعوا إليها. هم يعلمون أنه لم يوجد في ساحات الأقصى شيء اسمه المعبد تمبلات، لا يوجد شيء هناك، ولكنها قضية بالدرجة الأولى سياسية بنيت على أوهام وعلى خرافات وأساطير، بنيت على أوهام. وهذه أخواني هذه قضية أخطر قضية تقوم عليها هذه المسألة. أذكر رجلا اسمه روجيه جارودي وتعرفونه، هذا المسلم الفرنسي الذي أسلم وكان عالما عالما في الديانات وعالما في الواقع، درس هذه القضية قضية فلسطين وألف كتابا أعلنت عليه حرب في فرنسا عندما تكلم عن إن هذه الأرض إنما تاريخها يعود إلى اليبوسيين والكنعانيين قبل وجود موسى عليه السلام، نبينا موسى ونبينا عيسى ونبينا يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليه السلام. فعندما دخل إبراهيم القدس دخله ضيفا على ملك القدس الذي استضافه وأكرمه وحسب التوراة دعا له وباركه وبارك شعب اليبوسيين والكنعانيين الذين استقبلوا إبراهيم عليه السلام، واشترى إبراهيم عليه السلام قبره من ذلك الملك بيده ثمنا، دفع ثمنا. إبراهيم عليه السلام ما كان ولو آمن بقدسية القدس ما كان ليأخذ ويقتصر أرضا ليست له. إبراهيم كان يؤمن بقدسية القدس لكنه لم يقتصر الأرض ولم يسلمها ولم يسرقها من شعبها، لم يخرج أرضها منها لأنها مقدسة لديه. إبراهيم كان مقدسا وكان عليه السلام يؤمن بقدسية القدس لكنه لا يسلم ولا يغتصب ولا يسرق. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام لما جاء للقدس ودخلها وسئل عن أورشليم القدس، وأورشليم اسم كنعاني وليس اسم إسرائيل، اسم كنعاني وليس عبري، هذا الذي يسمى أورشليم اسم كنعاني أم حتى سرقة الأسماء. هذا سيدنا عيسى عليه السلام لما دخله، وهو في الإصحاح 21 من متى وغيره في الإصحاحات الكثيرة وردة، قال هو بيت الرب، هذا القدس بيت الرب جعله ربي للصلاة. هو قال على حسب بعض الأناجيل أبي الذي في السماء ويقصد به ربه ولكن ترجمة، قال هو بيت يدعى للصلاة وجعلتموه مغارة للنصوص. جعلتموه مغارة للنصوص، يعني هذا المسجد هذا البيت لعبادة الله لطاعة الله. هذا البيت هو الذي بناه من الذي بناه أيها الإخوة؟ نحن نؤمن إذا كنتم تؤمنون بأن تاريخه 3000 عام فنحن نؤمن بأن تاريخ القدس والمسجد الأقصى منذ خليقة الإنسان على وجه هذا الأرض. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل هذا السؤال في حديث صحيح تصديقا لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. البيت الأول بيت مكة، الكعبة أول ما بني. فقال أبو ذر: يا رسول الله، ما أول بيت بني؟ قال: البيت الحرام. قال: يا رسول الله، فما بعده؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما، تاريخ القدس من تاريخ أبينا آدم عليه السلام، ليس تاريخ 3000 سنة، ليس تاريخ عنصري، إنما تاريخ القدس تاريخ إنسانية معادلة للطائع لله عز وجل. تاريخ القدس تاريخ مصلين عابدين طائعين، لا يسلبون أرضا ولا يغتصبون مقدسات، ولا يمكن أقبل ولا يقبل أحد، لأن يؤمن بقدسية منهاتن أو قدسية نيويورك. أعدني على أهلي وقلها أخرجوا، هذه أرض مقدسة لي. الله لا يقبل أن يجعل سبب الدين أو التقديس ظلم الشعوب وقتل الشعوب والعدوان على الشعوب، هذا لا يجوز. هذه أصل القضية، هذه أصل القضية. شعب بأكمله هج وأخرج من دياره بأي ذنب وبأي سبب وأي شرع؟ من الذي شرع ذلك؟ شريعة الأمم المتحدة أم شريعة السماء أم شريعة الأرض أم العقول؟ من الذي يقبل ذلك؟ لا يوجد قضية أقدس من قضية فلسطين، ولا يوجد قضية أقدس من قضية القدس. إنها عنوان لظلم الشعوب أو عدها، واستقامة الأمور أو فسادها. إذا أردت أن تعرف الآن مستوى البشرية عدلاً وظلماً وأخلاقاً، انظر إلى قضية القدس. من يدعم حقوق القدس والشعب الفلسطيني علامة شرف، شرف وكرامة، والذي لا يدعم حقوق الشعب الفلسطيني علامة خيانة ومذلة وخزي له. هذه سنة الله عز وجل. فالقضية ثابتة، وذلك هو ميزان توزن به الأمور على وجه الأرض. أنا أقول أي إنسان لا يدعم قضية شعب أخرج من أرضه وأخرج من بلده وضيعت مقدساته، هذا أن في عنده خلل في قلبه وخلل في إيمانه وخلل في نفسه. أيها الأخوة والأخوات، قضية القدس بالنسبة لنا قضية تاريخ وأيضا مقدس، كما أنتم تؤمنون بقدسية نؤمن بقدسيته، فلا يجوز لكم أن تعتدوا على مقدساتنا، ولن نعتدي على مقدسات، ويجوز للمسلم أن يعتدي على مقدسات أخرى. انظر إلى احترام القرآن إلى المقدسات الأخرى، انظر إلى احترام القرآن إلى مقدسات الآخرين. ألم يقل الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. يعني إن وجود الكنائس ووجود البيع وهي من أنواع الكنائس عند المسيحيين، والصلوات وهي من المعابد عند اليهود، والصوامع والبيع والكنائس والقدس، إن وجودها في الأرض من أسباب استقرار الأرض واستقامة الأرض. الله عز وجل يريد أن تقوم هذه المعابد لتوجد في الأرض ليذكر فيها اسم الله كثيرا ويحترم بعضنا بعضا. أنا أقول أيها الأخوة، أنا أريد أن تحترموا من في الكنيسة، وأن تحترموا من في الصومعة، وأن تحترموا من في الكنيس. هذا له حقه أن يعبد ربه كيف شاء، وأمره إلى الله يوم القيامة. فالله هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، أمرهم إلى الله. اعبد كما تشاء، لا إكراه في الدين، لكن لا تعتدي على مقدسات غيرك، لا تعتدي على أرض غيرك، لا تعتدي على شعب الله عز وجل لا يجيز ذلك ولا في أي دين ولا في أي دين. ثم أيها الأخوة، تأثر في هذا حتى لا أخرج عن هذه النقطة حتى تستقر في النفوس. سيدنا علي رضي الله عنه مر يوما إلى جانب كنيسة، فقال أحد أصحابه شيئا، قال: لا تقول ذلك، أولا يذكر فيها اسم الله كثيرا؟ كنيسة يذكر فيها اسم الله يا رب ويدعون الله في انحراف، نعم، ولكن في ذكر لله عز وجل.
وهذا هو الأصح في قولها يذكر باسم الله الذي رأيتها جميعا. فيها جميع يذكر باسم الله. وذلك نحن نريد أن يذكر الله عز وجل كل خلق. لماذا؟ لأن ذكر الله في هذه المعابد تستقر الأرض. ومن أسباب استقرار الأرض وجود الدين، وجود الدين عند الناس، لأن الدين رب الناس يعلم الناس ألا يعتدي بعضهم على بعض، وألا يهم بعضهم بعضا، وألا يقتل بعضهم بعضا، وألا يعتدي بعضهم بعضا. من خير الدين رب الناس على ذلك؟ كيف؟ ونحن نؤمن بأن رسالة موسى هي من الله، ورسالة عيسى من الله، ورسالة إبراهيم من الله، وأصلها من الله جميعا، كيف لا؟ وأما الأمر الآخر أيها الإخوة والأخوات، والذي أيضا لا بد من التركيز عليه كرسالة تثقيفية، تعليمية، توجيهية، لأننا نحن بعد معرفتنا بأن القدس وساحة الأقصى هذه ساحة مثبتة علمياً وآثار علوم الآثار بأنها لا مكان للمعبد فيها، فالأصل أن يبحثوا عن مكان آخر، لا يبحثوا هناك. هذه أرض مقدسة لا يجوز العدوان عليها، والأمة كلها ستفديها بكل ما تستطيع. لن يقبل مسلم أن يبيع قدسه أو أقصى، لن يقبل. هذه واحدة. وأما الثانية فإذا المقدسات كلها لا تساوي قدسية دم إنسان واحد يراق بغير حق. تعرف الأقصى والقدس؟ وبتعرف مكة والمدينة؟ لا تساوي قدسيتها قدسية دم امرئ أو إنسان على وجه الأرض أن يراق بغير حق. القدس عندنا عزيزة وغالية، ومكة غالية، والكعبة غالية، ولكن قدسية دم الإنسان أعظم عند الله عز وجل من قدسية هذه المقدسات. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق. وحتى أقول أوسع فهما، فالله عز وجل قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إن قدسية النفس الإنسانية أعظم من قدسية المعابد والمساجد وما إلى ذلك. المساجد تبنى والمعابد تبنى، وأما الروح الإنسانية إذا زهقت فلا تعود، فحسابها عند الله عز وجل. حساب من يعتدي على دماء الناس عند الله عز وجل. يجب أن يحافظ على قدسية نفس الإنسان ولا يعتدى عليها. الاحتلال أخذ خطاً وضوءاً أخطر في أن يعتدي على المصلين وأن يقتل المصليات وأن يعتدي عليهم وهم سجد وهم ركوع. هذا إن دل على شبهة على 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 الأصول التي ينطلقون منها، ليست أصول موسى وعيسى عليه السلام. ارجعوا إلى شريعة موسى وعيسى. موسى وعيسى لا يقبل أن يعتدى على اللسان. الله في التوراة يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. وأنا في هذا المقام أقدم تحية لبعض الطوائف اليهودية التي تقول إن احتلال فلسطين خطيئة في الدين اليهودي كحركة نطور كارثة. هذه الحركة التي حملت على عاتقها أن تبين أن هذا خطأ وهذا ظلم للشعب الفلسطيني، وقد رأيتم هذه الحركة، وهي حركة كبيرة ولكنها صغيرة بالنسبة للعدد كله. لكن أؤمن أيها الإخوة والأخوات أن الحق حق وأن الباطل باطل، والله عز وجل يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. فإن الباطل سيزهق وإن الحق سينتصر وسيبقى. لماذا؟ سنة الله التي لا تتخلف. لقد عرفنا من التاريخ أن القدس مهما طال احتلال ومهما كان الاعتداء عليه
فإن النصر قادم إليه لا محالة بيد متوضئة شريفة. من يستحق هذا الشرف سينسبه الله إليه، وأما من يده لم تتوضأ ولم تتطهر فإن الشرف لا ينسب إليه أبدا، والله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويكون المستغفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها الأخوة، عندما تكون الأرض المقدسة أي مقدسة المنزهة عن العيوب والآفات، يجب أن لا يكون فيها معاصي، يجب أن لا يكون فيها قتل، يجب أن لا يكون فيها عدوان، يجب أن لا يكون فيها احتلال. هذا معنى المقدسة. المقدس معنى استقامة السلوك والأخلاق، هذا هو القدوس والمقدس. بعث سيدنا أبو الدرداء برسالة إلى أخيه سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان الصحابة يحرصون على سكن القدس، ولقد سكنها كبار الصحابة وكبار التابعين والعلماء، وقد ألف كتاب كامل في العلماء والصحابة والصالحين الذين سكنوا القدس. هذا القدس مسكن الصالحين. وكان كنت أنا صغير دائما أسمع من والدي رحمه الله عليه وكبار السن يقولون فلسطين عش الأنبياء، فلسطين عش الأنبياء، وكانوا يقولون ومصر عش الأولياء. اللهم أرجع مصر إلى ولايتها وصلاحها يا رب، أسأل الله أن يبارك في مصر وأن تكون هي الحامية للقدس والأقصى ولمقدساتنا يا رب. ومصر أخرجت الأولياء والعلماء والصالحين، وإن شاء الله الله سبحانه سيحفظها وسيجعل فيها الخير هي وبلاد المسلمين جميعا. هذا الأمر سنة من سنن الله، لكنها عش الأنبياء. ما من نبي إلا مر بالقدس صلاة ودفنا وما إلى ذلك. يقول سيدنا أبو الدرداء لسلمان: يا أخانا الحق بنا في القدس تقدس معنا. كان يقول المحضر حقدس، لما واحد يروح القدس تقدس، حتى كان يقول لما واحد حج لازم تقدس الحج، تقدس حج لازم تزور الأقصى بحب المؤمنين للأقصى، لازم تقدس. هكذا اشتهر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحق بنا تقدس معنا. فبعث له سلمان الفارسي رسالة وقال: يا أخي الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، يقدس الإنسان سلوكه وأخلاقه، يقدس الإنسان مبادئه وقواعده. أروني قواعد العدل، أروني قواعد الصدق والنظافة والطهر، فإننا لا نرى في ذلك المكان تقديسا لسلوككم ولا لأخلاقكم. فأروني تقديسا حقيقيا. الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. اللهم يا رب حرر أقصانا وبلادنا ومقدساتنا. اللهم يا رب فرج كربة الأقصى وأهلنا المرابطين والمرابطات. اللهم كن لهم عونا، كن لهم مؤيدا، كن لهم ناصرا، كن لهم يا رب. اللهم يا رب أعنا على أن نزور أقصانا وأن نصلي فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنعم بالصلاة في المسجد الأقصى. اللهم عمر المسجد الأقصى بالمصلين والساجدين والراكعين والقائمين والعاكفين يا رب العالمين، كي نذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا ونعبدك كثيرا. اللهم يا رب أري البشرية الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم يا الله اجعل هذه البشرية تهتدي إلى مبادئ العدل والخير والبركة وإرجاع الحقوق إلى أهلها، وعدم تأييد ظالم ولا غاصب ولا معتدي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
رب العالمين انك حميد مجيد. عباد الله اذكروا الله يذكركم واسالوه يعطيكم واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله اعلم. الله السلام.